يا هلا والله، حياكم الله جميعا متابعينا الاعزاء. نحن اليوم في وكاله بترومين وكيل نيسان هنا في السعوديه، جاي اصور الباثفندر الجديد. عنوان زي اليوم هي على السريع، وعلى السريع هي اذا اي سياره نزلت جديده ناخذ لفه عليها على السريع، نتعرف على مواصفاتها بشكل كامل داخل المعرض بدون اي تيست درايف. يعطيكم العافيه، خليكم تجربه اليوم مع نيسان باثفندر 2022. يا هلا وسهلا، والحين نبدا تغطيتنا على السريع مع الباثفندر 2022، هذا الجيل الرابع من الباثفندر. تم تغييره تغيير جذري تماما، خاصة الداخلية منه صارت أوسع بشكل كبير، بغض النظر عن الشكل. نبدأها مع الوجهية، هذه وجهية نيسان مع شعارها الجديد. ميزة شعار إنه ما غيروا فيه أشياء كثير، لكن بنفس الوقت صراحة شكله صار يعني كذا أنيق مرتب. هذه الإنارة قريبة شوي من الجيل السابق، لكن أصبحت كذا ناعمة شوي، مفلطح كذا، ما ادري كيف اشرحكم اياها، لكن كذا نعموها شوي. كل فئه هي ثلاث فئات، كل فئه في منها دفع امامي او رباعي مستمر. هذه النصف دفع رباعي مستمر. نجي حساسات اماميه، عندنا واحده من الكاميرات 360 درجه، شايفين تحت الشبك من تحت كذا اسود، وفي كشافات الضباب مع الحساسات. نروح للجانب، شكله صراحه مره فخم من الجانب، خاصه مع الازياق السوداء. وهنا عندنا العتبه موجوده عليها كلمه باثفندر محفوره حفر، وراح نشوفها بالداخل. هنا المراية فيها واحدة من الكاميرات 360 درجة مثبتة على باب السيارة. طبعا الكبوت عندنا ألمنيوم، الأبواب ألمنيوم لتخفيف الوزن. وعندنا أيضا الدخول صار ذكي بدون ما يحتاج ضغط زر، كل سيارات نيسان السابقة كلها زر، الحين لا، صارت تشبه نفس الألماني وتويوتا. من الجانب هنا عندنا السلة جدا جميلة، في الحركة هذه تصميمية تعزل السقف عن باقي بدل السيارة، كثير من السيارات أو الشركات قاعدة تعتمدها في تصميمها الجديدة. هنا من الخلف أنا في نيسان الجديدة، كلمة باثفندر مرة كبيرة، ماخذين كل الشنطة. هذه الاسبي هي النصفل، وهنا رباعي دفع رباعي مستمر. طبعا تلاحظوا صار في عندنا مكان تحط فيه الهوك، تقلص تسحب سيارة ودباب. وهنا عندنا الأوتلت حق الكهرباء، تشبك فيها القرص عشان تولع انواره. وفيها ميزه جديده، لا مو جديده، هي موجوده من اول نيسان، يعني اللي هي تمريره رجل تفتح معك شنطه. طبعا هذا من النصفل وطالع، هذه الشنطه بشكل عام فتحناها. عندنا هنا القماش صراحه حلو، هنا عندنا مساحه تخزين كبيره مره، هنا تحط فيها اشياء كثير. والكراسي انا مصفطها عشان نشوف مساحتها، خلينا نرجع الكراسي ونشوف شكلها وهي راجعه. هنا هذه جاية كت عناية في السيارة من بترومين، والعافية. بسم الله، كذا ترجع الكرسي، ترجع مساند الرأس، صارت عندك. وبكل سهولة تقدر ترجع عملية عكسية، تقدر تسحبها كذا ترجع مساند الرأس. وإذا رجعت مساند الرأس من هنا كذا صار عندك مساحة هائلة، تقدر تحط شنط سفر. وميزة الباثفندر السنة هذه أن كل فئات وسائل السلامة واحدة، نتكلم عن إرباقات كاملة في كل السيارة واصلة إلى هنا. الأطفال اللي جسينا لا سمح الله عندهم ستائر أيضا هنا، ستائر جانبية. وأيضا تمرينة رجل الباب يتقفل. شوف حاطين لك هنا ستيكر يعلم كيف تمر رجلك، يقول لك المنطقة هذه اللي هي عند الهوك هذه تمر رجلك إلى الأمام والخلف فقط، ما تروح يمين ويسار، فانتبه. قبل أن ندخل الداخل هنا استيكر صرفية الوقود، اللتر الواحد يمشي 11.2 لتر. طبعا المحركات كلها هنا واحدة 3.5 لتر، 271 حصان، 6 سلندر على شكل حرف في. خلونا ننتقل لداخل الباثفندر ونشوف وش في مواصفات داخلية. بنروح للباب، نبداها مع باب الباثفندر 2022. هنا قطعة جلد كذا جدا جميلة، ممتدة من الباب لين الباب الآخر لين ورا، جاي بتصميم جدا جميل ومريح. هنا عندنا حاطين لكم حركات يعني كذا، احنا ناس الاكستيرا البلاستيكات حقت الاكستيرا هنا موجوده. هنا مسكه الباب، الدرايش كلها اوتوماتيك نزول ومطلوع. مسكه الباب، ولا ودي اشق لك ياس لان ظاهر السياره مباعه، الله يبارك لك الشراء. هنا مقاعد عندنا جلد، في ارباق للركب، هذه بعد ميزه جدا جميله، والسياره تجميع امريكي. طيب من الاشياء الملفته مباشره بالنسبه لي الدركسون، هذا التصميم دركسون حق نيسان الجديد، شفناه على النيسان زد
الجديدة اللي باقي ما نزلت أو ما بيعت لسه وهنا موجود. فأتوقع كل سيارات نيسان الجديدة يعتمدوا نفس التصميم دركسون هذا صراحة، كلاسيكي على جديد. ومن الأشياء الجديدة في الجيل هذا الجديد الرابع من الفندر أن تم تغيير الجير أخيرا، يعني نيسان أخيرا غيروه خلاص، رمز السي في تي أصبح زد إف بتسع سرعات، وهنا عندنا تعشيق وخلف دركسون. فزد إف معروف اعتماديته، جير أثبت نفسه في السوق، كثير من الشركات قاعد تستخدم زد إف بما فيها بي ام دبليو. مساحة التخزين هنا جدا جميلة، فخلاص جير كهربائي، يعني هنا كهرباء يوصلها مع الجير الأساسي اللي هو موجود تحت. هنا عندنا تقدر تقوي وتقصر إنارة الطبلون، هنا عندنا زر للحفاظ على المسار تركسون، وهنا عندنا زر فتح وإغلاق الشنطة الخفية. صوتيات من هنا موجودة، من هنا موجود تحكمات صوتية ترد وتقفل التليفون، وعندنا هنا كروز كنترول. زائد نيسان عندها نظام اسمه برو بايلوت، ضغطة زر واحدة تشتغل كل الأنظمة المساعدة السائق اللي هي حفاظ على المسار، تنبيه عن خروج المسار، وتنبيه حالة الصدام الأمامية، وتنبيه أيضا وقت مثبت السرعة أنك تحاول على المسار بينك وبين السيارة اللي قدامك. شعار نيسان الجديد هنا موجود، نيسان انتليجنت موباليتي. شايفين هنا حاطين لك كم واحد رابط الحزام، كل اكس هذه الاكس الاكس اكس كلهم مو رابطين الحزام، فتنبهك اذا فالك ورا واحد ورا مو رابط الحزام تنتبه له. هذه الشاشه، نروح المنيو، هي الكاميرات 360 درجة ما هي بسيئة مرة، طبعا الحساسات شغالة حتى السيارة طافية كذا. هذه الكاميرا أمامية، طيب الكاميرا هنا الجانبية، شوف الرجال واقف طلعته، وهذه هذه الأمامية. خلاص هذه كاميرات. هنا التحكم بالتكييف بشكل كامل، وفيها تسخين المراتب فقط. طبعا هذه برضو من عيب ان السيارة جاية من امريكا، يحبوا التسخين اكثر من التبريد بحكم الاجواء عندهم، لكن عكس هنا بالسعودية يفضل التبريد اكثر من التسخين، ما في التسخين. وكل التحكمات بزر احسن ما تكون بالشاشة، خاصة الاستجابة هذه شوي بطيئة، الحمد لله المكيف ما هو موجود هنا. وهذا الجير الالكتروني زي ما قلنا، تعشى كذا على الدي، وهذا البيب زر زي اي زد اف اخر في اي سياره ثانيه. جنط الكتروني في اوتو هولد، وهنا وضعيات القياده العديده بحكم السياره دفع رباعي مستمر. هذا الرمل، هنا القياده في الطرق الوعره، هنا الثلج، وهذا القياده العاديه في الشارع. هذا الايكو، هنا سبورت، وهنا التوينج، هنا جيت تسحب شيء تشغل الوضعيه هذه. وهنا المساعده في النزول في من المحدرات، سياره تستورمل عنك. شعار باثفندر هنا موجود، او كلمه او اسم باثفندر هنا موجود على الدرج الوسطي. خلنا نشوف الدرج وش فيه. الدرج ما فيه ولا شيء، حتى شاحن ما فيه، لكن مساحته جدا جميلة. هنا تقدر تحط قلم، وهنا تقدر تحط نوت أو كروت. هنا عندنا شاحن وايرلس، وعندنا USB Type-C وType-A و 12 فولت التقليدي. صراحة طبلون أنا مرة عجبني، وكذا الحركة هذه أنا مرة جميلة، ما شاء الله. الدرج ما في ولا شيء، حتى ما هو قماش بلاستيك. هنا في مساحة تقدر تحط فيها لوزين، ممكن ما أدري إيش تقدر تحط فيها، غريبة. جوالك، أوكي جوالك في الجوال، بس الله يعينك تطلعه. وهذه هنا فوق المراية عادية، فيها تعتيم تلقائي. هنا إنارة خلوها شغالة، هنا تحكم فتحة السقف. خلنا نروح لقاعة الصف الخلفي هنا ونشوف ايش فيها من السواق. طبعا للذكر قبل ما نطلع من هنا، ان كرسي السائق كهربائي، وكرسي الراكب معناه نصف يدوي كامل. صراحة حركة غريبة، لكن اتوقع قاعد يخلوا اشياء للفول كامل تكون موجودة فيه. ونروح الحين لمقعد الصف الخلفي. شوفوا مع ان الكرسي هنا راجع اكثر من حاجتي انا، مو هذه وضعية حياتي، لكن راجع الكرسي مرة. لكن شوفوا كيف الكرسي هذا يتقدم في حال انه في طفل بيركب جهه خفيه، وضغطه زر هنا الكرسي يطلع قطعه واحده الى الامام، الاطفال يقدروا يركبوا. طبعا ميزه ان الكرسي بهالشكل يتحرك، انه اذا كنت حاط كرسي اطفال بالايزوفكس موجود، ما يحتاج تفك الكرسي اذا تبي تقدم المرتبه هذه. الكرسي الاطفال يقعد مكانه، يشوف يتخيل الكرسي هنا موجود، بيطلع قطعه واحده الى الامام. طبعا هي كهربائيه بس تفك نفسها كهربائيا، لكن حركتها ما هي كهربائيه، يعني يدويه كذا، لكن اول ما تفك نفسها بس الكهرباء. شايفين المساحه
أكثر الأطفال يطلعوا إلى الجهة الخلفية. غريبة ما في مسكة هنا بالعادة، في مسكة في أغلب السيارات ما في مسكة. طبعا عندهم الأطفال عندهم كاب هولدر، أو معلش الأزمة تحرك كاب هولدر عندهم موجود زي ما قلنا، الستائر الأرباج إلى هنا تخيلوا الصف اللي وراء آخر شيء. فهذه حركة مو حركة والله، هذه وسيلة سلامة جدا جميلة يعني. الصف الثاني عندهم تكييف مستقل، وبالسقف موجود مكيفات لكل الأصوف الثاني والثالث. عندهم مكيف وعندهم شاحن تايب سي وتايب اي، وساحة تخزين هنا موجودة، تكاية وسطية موجودة هنا للجوال، وهذه الكب هولدر في ستارة يدوية. السلام السلام. وأيضا في ميزة هذه آخر شيء بذكرها كويس إني ذكرتها، شايفين الأرض كيف مستوية؟ السيارة دفع ربع مستمر لكن الأرض مستوية، ما في المطب هذا والهمب هذا الكبير اللي كان يجي بأغلب السيارات، بحيث إنه يضايق اللي يجلس في الوسط أو يصغر المساحة شوي. الأرض قطعة واحدة مستوية. طبعا هذه ميزتها إن تنزل الكراسي زي ما شايفين، ما في ممر يضايق الناس اللي راكبة، ويقلل مساحة المركبة بشكل عام من الداخل. الفندر يجي بثلاث فئات، أول فئة هي الإس دفع أمامي بسعر 154، بعدين إس دفع رباعي بسعر 166,000 عشان ضريبة، بعدين نروح للنصف لنفس الإمامنا هذه، النصف أيضا تجي بفئتين دفع أمامي رباعي الإس بي، سعر الدفع الأمامي منها 160,000 والدفع الرباعي 189,000. وأعلى فئة من باثفندر ما وصلت لسه إلى الآن، لكن راح تكون قرابة 200,000 أول ما راح توصل تتوفر الأسعار بالضبط. أنا عند الوكيل قالوا لسه ما في أي أخبار عن الفل كامل، لكن أول ما توفر بإذن الله راح نوفيكم فيها. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله بتقرير أخرى. وأي سيارة عجبتكم هنا في معرض نيسان اكتبونا بالتعليقات وش السيارة عجبتكم، وإذا أنتم ملاك نيسان القديمة أو الجديدة نفسها في المعرض اكتبنا تجربتك مع السيارة وكيف كانت، وكيف وكيل بيتروين معكم. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله بتقرير أخرى مع المربع نت. مع السلامة. اللي حاب يشوف سيارة مستعملة أو جديدة منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل، وتصفح التطبيق ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع أسعارها.